اسعد الله اوقاتكم متابعينا ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من وزان. كيف ما كتشاهدوا معنا هذه الام اللي هي شابه اللي في كتبها العمر ديالها 32 سنه، عندها 6 وليدات ومهدده بالتشرد، هي والابناء ديالها 6 وليدات والزوج ديالها اللي كتقول انا ما حيتي لا لوليداتي، ما حيتي للقمه العيش اليوميه، ما حيتي لمولات الكرا اللي مهدده لي وباغي تخرجني. كتسني عام القيمة ديال الفلوس هي 10000 درهم وانا ما عندي منها حتى سنتيم، حتى باش ناكل ما عنديش. غنسمعوا القصة ديال لبنى. لبنى اللي هي شابة ام كيف ما قلت لكم في السابق. مرحبا بك لنا معنا في هذا البث المباشر، ومرحبا بكل المتابعين الافاضل المتابعين قناة شوف تيفي. كنتمنى منكم انكم تبارطاجوا لان كتستحق تبارطاجها. لبنى كيف ما قلتي في الاول وكيف ما سمعت لك قلتي انا ما عنديش فين نمشي، ما عنديش حتى باش ناكل. عشايا على الله ودايا على الله، كنبيع مرة في الحد غير الحوايج الباليين اللي بقاو ليا، ما بقى عندي حتى ما ناكل. ومولات الكرام ما بغاش يرحمني رغم انها من جالية مغربية. لالا لبنى عاود لنا القصة ديالك من الاول، شحال تيكاري عندها، كيفاش بيتي الامور حتى لدابا، حتى وقع هذا النزاع واللي انك وحدتي. خويا الميكرو. السلام عليكم. كما كنت انا لبنى من وزان. انت كما كتشوفوا عندي 6 ديال البنيتات، وراجل نهار خدام نهار ما خدامش، خدام ب 50 درهم في النهار. اقسم بالله اخوتي ما عنديش حتى ما ناكل. كما كتشوفوا الكوزينه راه ما شافوا بعينهم خاويه، مشيت نتقاضى لقيت كلشي غالي، ما عنديش يعني باش نتقاضى، يعني 500 درهم باش ما لقيتش يعني باش نتقاضى. دابا خوتي كنطلب منكم، انتما كما كتشوفني انا مهدده، يعني غادي يخرجوني من الدار، عليا عام ديال الكرا وزيد الما والضو، ومحكوم عليا اما نخلص اما الزوج ديالي يمشي للحبس. كما كتشوفوا ما حلتي الوليدات، ما حلتي راسي، وربي اللي عاد. وانا كنطلب منكم اخوتي المغاربه تعاونوني، الله يسهل عليكم في هذا النهار، وحسبوا على الوليدات وما وليداتكم. هانتوما كتشوفوا، هانتوما شوفوا غير الحاله كيفاش عامله، الحاله عطاك الخبر كيفاش عامله. هانتوما كتشوفوا كلشي بعينكم. اقسم بالله ما عندي ثمن ناكل وما عندي ثمن ولادي، اقسم بالله شي مكسي شي عريل شي لابس الصنداله شي ملابس شي، اقسم بالله. هانتوما كتشوفوا الحاله ديالي كما كتشوفوا كلشي بعينكم. دابا هانتوما كتشوفوا هانتي الكرا مجموع عليا، يعني محكوم عليا اما الافراغ والاداء ولا ما خلصت شي، غادي الزوج ديالي غادي يمشي للحبس. ودابا كيبغي يمشي غير يعني غير يخدم، خايف كيقول لي ما ربما يجي عندي الخدمه المخزن يجوز مالي لي باش يديوني. ودابا اخوتي انتما كتشوف انا كنطلب منكم غير تعاونوني، انا كنطلب منكم من داخل الوطن وخارج الوطن كنطلب منكم تعاونوني، وحسبوا هاد الوليدات وليداتكم، ولادي باقيين صغيرين كاملين. انا عارفكم غادي تقولوا لي ولدتي بزاف وهادي، انا يعني الغلط ديالي، وانا مشيت يعني وما خليت فين مشيت يعني، وكتقول لي الطبيبه يعني ما تشدلكش، عملت سلك عملت اللي بغا ما خليت ما عملت وهكاك، يعني كيوقع كنحمل. دابا خوتي الله يسهل عليكم، ما كنطلب منكم والو، كنطلب منكم غير تعاونوني. وانا بغيت نعمل واحد القناه في اليوتيوب، ما عنديش حتى التليفون، ها هما كما كتشوفوا كيف كتشوفوا كامل مهرس عطيناه لي غير الناس. بغيت نعمل غير قناه باش نعاون بها، ما عنديش حتى التليفون. انا كنطلب منكم غير تساعدوني وتوقفوا معايا، تخلصوا لي غير هاد الكريمين اللي مجموع عليا، وتوقفوا معايا واخا نشري غير التليفون باش نعمل القناه باش نعاون وليداتي. الله يسهل عليكم ونوقف معاكم، هادشي اللي كنطلب. وانا وليداتي كاملين هما اقسم بالله ما كيلقاو حتى ما ياكلوا الخميس، والله ما تقضيت ما تقضيتش، ما عندي حتى شي حاجه في الدار، الدار عندي خاويه، ما عندي لا ثلاجه، ما عندي حتى شي حاجه كما كتشوفوا، غير الشراوط انتما كتشوفوا والارض يعني حتى ولادي حتى الحصيره حتى الحصيره على شي ناس ولادي ما عنديش. الله يسهل عليكم ويوقف معاكم ويخلي لكم ربي وليداتكم. انا عارفه راسي غتقولوا لي غلطتي ولدتي بزاف وهادي، انا ولدت بزاف، وانا هاد الهضره عارفكم غادي تقولوها لي. دابا كنطلب منكم توقفوا معايا، الله يسهل عليكم في هاد النهار. ربنا من فضلك بغيت نسولك، شحال انت كاري هاد الغرفه والكوزينه كيف ما كنشاهدوا؟ دابا تقريبا قرنكم دابا تقريبا شي 3 سنين. 3 سنين العام الاول كنتي خلصتيها؟ من بعد شنو من بعد صافي، ملي جات ديك الايامات ديال كورونا وهادي يعني صافي ما بقيت نلقى باش نخلص، راجل ما بقاش يخدم، يعني راجلي غير في الموقف.
نهار خدام نهار جالس. يعني كيصور ديك 60 درهم في النهار. كيصور 60 درهم في النهار. ديك 60 درهم لين غادي ترجع كما كتشوف اخوتي كلشي غلى. غادي ترجع الزيت، ترجع السكر، ترجع المدرسه ديال العيال، غادي ترجع الحوايج ديال العيال، ترجع الكرا، ترجع الموضه. 60 درهم ما عندها ما تعمل لك. انا بغيت نعاون، بغيت نخدم، ولادي كلهم باقيين صغيرين. دابا انا كنطلب كزبره، غندير غير شي قناه في اليوتيوب، حتى التليفون ما عنديش باش نعاون غير وليداتي. وانا كنطلب منكم اخوتي ساعدوني وتوقفوا معايا وحسبوني اختاكم وحسبوا هادو وليداتكم. الله يسهل عليكم في هذا النهار ويوقف معكم سيدي ربي. الله يعطيكم ما تمنيتوا في هذه العواشر، وهذه باب العواشر غادي تحسب عليكم. الله يعطيكم ما تمنيتوا. واخا الله يخليك، شحال مجموع لك دابا تقريبا؟ الماء والموضه مجموع ليا 6 شهور. دابا كيقول لك غادي يجيو حيدوا لي مثلا ولا صداقات لي غادي. شحال تقريبا عندك ديال القيمه؟ شي تقريبا الماء شي 27000 ريال، اصلا ما كتجينيش بزاف. و والضو عليا 16000 ريال. الضو بمعنى ان الماء بوحدي والضو بوحدي. الضو 27000 ريال والماء 27000، وهذا والضو 16000 ريال. والكرا؟ والكرا عام على 16000 في الشهر، بمعنى تقريبا مليون. 8000 زائد 1600 درهم هي 9600 درهم. نعم. شنو رسالتك للمحسنين داخل المغرب وخارج المغرب؟ انا الرساله ديالي هما يشوفوا هذه وليدات، انا ما يشوفونيش انا. انا غدا ولا بعدو انا مهده يعني من الزنقه، يعني غنخرج من الزنقه، ويعني ما يبقاش فيا راسي، يبقى فيا غير ديك الوليدات وخوتي وغير البنيتات. غير البنيتات. الله يسهل عليكم ويوقف معكم ربي ما يشوفوا من عندي. قولي الرقم ديالك الله يخليك. الرقم ديالي 07 19 62. 07 07 19 62 89 11. إذن كيف ما تبعتوا معنا متابعين أفاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشاب، هذه الأم اللي هي شابة في عمر ديالها 32 سنة اللي عندها 6 وليدات، كتقول أنني فعلا خطأت وأني درت 6 وليدات ولكن الظروف حكمت علي، لأن حتى شي طريقة ما نفعاتش لأنني درت السلك ما خليت ما درت، لكن مع الأسف لكن مكتب الله سبحانه وتعالى كيتصرف، ما عندي كيفاش ندير. لكن كنطلب خوتي المغاربة، عندي مشكل ديال أنني عام ديال الكرا، كذلك عندي الماء والضو. كتقول خوتي المغاربة الله يجزيكم بخير، عندي عام الكرا القيمة ديالو 10 درهم، كذلك عندي الكهرباء 27000 ريال، كذلك اللي هي 1350 درهم، كذلك كتقول عندي الماء اللي هو 800 درهم، هذا الشيء كامل ما عنديش باش نخلصو، والراجل ديالي طالب معاشو. كتقول خوتي المغاربة الله يجزيكم بخير، وكل سواء داخل المغرب أو خارج المغرب أو المحسن أو اللي يقدر يساعدني الله يجزيكم بخير. الرقم ديالها كاين في صندوق الوصف، ونقول لكم الرقم ديالها اللي هو 07 19 82، عفوا 07 19 62 89 11، وإلى الرقم 07 19 62 89 11. والله بيضاء أجمع سنين، فشكرا لكم على المتابعة وإلى قدوم توفى نعيد الله وحده. كذلك أتمنى من جميع المتابعين الأفضل أنهم يبارتجوا، أنك يستحق البارتجة على الأقل باش يوصل قلوب رحيم. وكيف ما تعودنا دائما أخوتي المغاربة، الحمد لله كنسانوا وليدنا خصوصا في هذه الحالات اللي هي أم شابة ما غاديش يمكن نشوفوا وليداتها اللي هما بنتات حتى أنهم يكونوا في الزنقة. فشكرا لكم وإلى اللقاء، نتلاقاو في لايف آخر إن شاء الله.